اية مقاس. ما معكم حبيبتكم اللي هي اللي تحبكم قد الدنيا. راني وليت لكم. شوفوا الفيديو تاع اليوم كنت وعدتكم فيه 3 سنين، قبل 3 سنين قلت لكم نديرها لكم، مي لا غالب ما درتهاش، كنت لاهيه عبالكم ديجا اللي متبعيني يعرفوا كاع صوالح يصرا في حياتي، على بها ما لقيتش الوقت. بصح انا كي نقول لكم حاجه نديرها لكم نديرها لكم. المهم الفيديو تاع اليوم بيحكي على منتجات اقل من 500 دينار جزائري 500 دينار الجيريا بالدارجه تاعنا 50000 سنتيم. قبل ما نبدا نحكي على المنتجات راح نقدم احتذار لبعض الاشخاص في هذا الفيديو. شوفوا البنات المره اللي فاتت راني طلقت لكم غام جديده اللي هو برودوي دو لوكس لو سيروم ادغاتون هذاك، وراهم بزاف بنات داروا منه لا كوموند، كاين يعني 95% قدرنا نوصلهم لهم، بقات 5% اخرين حد الان مازال ما وصلنا لهمش. حابه نقول لكم غير سمحوا لي بالبزاف، المشكل ان ما قدرناش نوصل لكم المنتجات تاعنا، هو لانه بعض الولايات اللي انا دايره فيها، كل ولايه دايره فيها موزعات، كاين شي ولايه دايره فيها موزعه وحده باسكو ماهيش ولايه كبيره، بايزو مدينه تاع سعيده مديه ماهمش مدن كبار، دايره فيهم موزعه وحده برك. المهم هاد الولايات اللي دايره فيها موزعه وحده برك شغل هذيك الموزعه عندها ظروف خاصه، كاين اللي تزوجت راهي نوفو ماريي تما ما قدش نقولها انت عروسه روحي وصلي المنتجات، عيب عيب ما جاياش كشغل ما جاياش. كاين اللي باغ اكزومبل راهي مريضه كيما تاع كسمو تاع بيتنا مسكينه جدها مات، دركا كل وحده في السياسيون تاعها. اما لا ان شاء الله بربي راح نحاول في اقرب وقت نوصل لكم هذيك المنتجات، ونقول لكم فريمون سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي بالبزاف، والله سي بلو فور كو موا، وهذو البنات عزاز عليا بزاف ما نقدش نقولها، ما نقدش ندخل بنت وحده اخرى ولا نغبنها ولا كشغل، انا اللي صابره عليهم نتوما تاني تصبروا عليهم. فوالا هذه هي الحاجه اللي حبيت نقولها لكم، حاجه خفيفه نحب نقولها لكم قبل ما نروح واللي هي شوفوا تشوفوا هذه المنتجات كامل راح نحطهم لكم في الانستغرام تاعي هكا تشوفوهم غايه، يعني الا حبيتي تشوفي هذه المنتجات روحي الانستغرام تاعي راح تلقايني حطتهم لك، يا اما في ستوري يا اما حطهم لك مع الصور تاعي. شوفي كيفاه خاطرش علاه كنت حابه نديرهم هنايا حدا الفيديو، تلاقيت انه عندي مشكله ما بين البورطابل والبيسي تاعي ماش حاب يفوت لي، مانيش عارفه علاه سيد هذاك شريط شريط ما حبش يفوت ومانيش عارفه كيفاه. المهم راح نحطهم لكم في الانستغرام هكا باه ما تقولوش لي هي وراهم المنتجات ما حطيتهم لناش، راح نحطهم لكم في الانستغرام. ايا نحبكم تهلاو لي فرحكم وباي باي. المنتج الاول اللي راح نحكي لكم عليه هو هذا الماسك، الا ما استعملتيش بالطريقه الصحيحه ما راحش يعطيك نتيجه. انا كيفاش كنت نستعمله باش يصفي الوجه تاع لا كليونت تاعي ويعطيها اشراقه مليحه وفي نفس الوقت ينقي لها البشره تاعها، الحاجه الاولى كنت ناخذ كميه من هذا المنتج ونخلطها مع كميه متساويه من قناع الطين، قناع الطين كاع البنات يعرفوه وراه منتشر في كامل الاسواق، وزيد نخلطها مع شويه من السيروم تاعي. علاش كنت نزيد هذاك لو سيروم لو برودوي دو لوكس معهم؟ باسكو علاش قناع الطين ديجا ينشف البشره راكم شايفين كيفاه، ولما البشره تنشف وغادي يبقى يتشقق على الوجه تاعك راح يدير لك تجاعيد في المستقبل، على بها كنت نزيد مع هذاك السيروم باش نحافظ على البشره انها ما تتشققش وانها تبقى رطبه. اما لا فريمون كان يعطي نتيجه هايله الا استعملتيه بهذه الطريقه. منتج واحد اخر اللي كما راكم تشوفوا راني كملته وراني ناويه نزيد نشري منه هو هذا الجل دوش، يسموه كيري، اسم تاعه كيري جو بونس، يسموه كيري على ما اظن. هذا فريمون يعجبني بزاف انه لما ديريه على البشره تاعك كشغل تشمي ريحه تاع جوز الهند، وهما اصلا صانعينها كوكونات اويل يعني جوز الهند. البري تاعه فريمون حاجه ريزونابل وانا عجبني، ونتمنى انه البري تاعه ما يزيدوش فيه، لانه لاحظت انه لما حاجه نحكي عليها في الفيديو هذا تاوعي نعاود نروح نساومها نلقاهم طلعوا لها شويه في البري، وهذه فريمون حاجه ضغيتني كشغل وليت نخاف نحكي على حاجه تعجبني باسكو غادي يروحوا يزيدوا لها في البري. بغيت ننبهكم ليها قبل ما نزيد نكمل في منتجات اخرين، بري تاع 500 دينار باش تلقى حاجه من فرنسا يجيبوها لك من فرنسا ب 500 دينار ولا يجيبوها لك من الامريكان ولا من الاوروب بهذا البري قليل، سلمي على عينك ولقيتي، معناها تقريبا نص الصوالح اللي راح نحكي عليهم هنايا مستورده من الصين، الله غالب ما لقيت لكمش منتجات هاك وهاك. راني تلاقيت منتجات تركيه راني غادي نحكي لكم عليها منها جايبينها من الترك، مي اكثر المنتجات جايبينها من الصين. شوفوا تشوفوا هذا المنتج، هذا اونتي سير كونسيلر خافي عيوب، كاين واحد الكونسيلر يعني كيف هو
ونفس اللي في تاعو وكل شيء كيف كيف يباع 5000 دينار الجزائريين 500000 سنتيم. كم شايفين كيف هذا شريته بالسولد، شريته 25000، يعني هذا كانوا دارين عليه السولد وشريته في ميسكوم في العال. شجر حاجه ب 5000 دينار الجزائريين، الحاجه 250 دينار الجزائريين. واو، وفريمون شغل عجبني بزاف ونستعملها على العرايس بزاف. شوفوا العروسه المنتجات اللي استعمليهم عليها ما همش نفس المنتجات اللي تستعمليهم في حياتك اليوميه، لان العروسه لازم تستعملها حاجه قويه، حاجه تداوم لها كاع النهار، تداوم لها كاع الليل، مهما عرقت مهما تحركت حاجه ما تتشققش. وهذا فريمون بري باطل، تقريبا باطل بارابور بارابور المنتج الاول اللي حكيت لكم عليه، وعنده نفس اللي في تاعو وفريمون عجبني ونصحكم به. يعني الا كنتي كوافاز ولا كتشوفوا فيا راح نصحك انك تستعمليه. انا استعمله للعيون، نستعمله باس قبل ما ندير الماكياج وحده في عينيها. وشوفوا خطرات نخلطه مع برايمر ماك، يعني شويه هاك وشويه هاك، شايفين كيفاه. يا درا شعما خطره شفتوني نستعمل هاد الباليت الصغيره. هذه الباليت راهي من فلورمار، فوالا باليت من فلورمار. تعرفوا من وين راهي عندي؟ بالك من ليامات الاولى اللي حليت القناه تاعي شريتها ومازال عندي. هذه تاني دير 500 دينار جزائري، 50000 سنتيم بالدارجه. دركا هذه الباليت تعتمد على كل وحده فيكم لون البشره تاعها. انا بما انه بيضه واش نستعملكم؟ تشوفوا هذا اللون اللي هنايا اللي راني مكملاته، راكم تشوفوا تقريبا هادو كاع مخربتش فيهم، غير هذا اللون اللي استعملته وحبيته بزاف. هذا اللون جاي يالا وبنانا، جايك شو اصفر ماشي كيما البنان، وجاي شويه كلير. نحطه هنايا تحت العيون تاعي، نثبت به الكونسيلر تاعي، وفي نفس الوقت يعطيني اضاءه جميله للوجه تاعي. الا كنتي بنت سمراء ما تقدريش تستعملي هذا اللون، وانما راح تستعملي اللون اللي حداه، ولا تخلطي هذا اللون اللي رايح للغوز بيبي بينك مع هذا اللون اللي رايح للاصفر. هادو نورمالمون زعما تستعمليهم كونتورينغ، ما ننصحكش كاع ديري بهم كونتورينغ باسكو فريمون غادي يجيك شغل كيكي، يجي ما يجيش شباب كاع في الوجه. بصح شهواره لازم تستعمليهم حاجات اخرين، نكونوا شويه ذكيه، ماشيش انا حاجه باش ما نستعملهاش. هذا واحد الوقت انا كنت نعمر به الحواجب تاوعي، هذا اللون اللي راكم تشوفوه هنايا هذا المارون فونسي كنت نعمر به الحواجب تاوعي، باريزو ما نديرش الجال ولا نعمرهم به. هذا ما استعملتوش كاع، ما نكذبش عليكم ما استعملتوش كاع باسكو بايتي في لي بايات، وانا ما بغاش حاجه تكون فيها بايات بزاف. راكم شايفين كيفاه، مي فريمون حاجه هايله وعجبتني. حاجه واحده اخرى اللي فريمون كي لقيتها فرحت وما امنتش عقلي بلي لقيتها بهذاك البريك، شغل درت اه يا ربي، رحت جبت منها ثلاثه وزدت قلت لها اسكو عندك من هذا اللون؟ قال لي لا كملوا لك. شغل راضتني كي كملوا لك، كنت كون لقيت خمسه كنت غادي نشريهم كاع. هذيك شغل روبي روزبيري، هذه الماركه تاعها روزبيري لوس باودر، هما قايلين باللي لوس باودر، بصح انا ما نستعملهاش على اساس انه لوس باودر، وانما نستعملها على اساس انها هايلايتر ايلايتر للاضاءه. مانيش عارفه هايلايتر كيقولوا لها بالعربيه، البنات هايلايتر كيقولوا لها بالعربيه، يعني تكتبوا لي في لي كومونتير عاوني شويه، كاين شي كلمات يهربوا لي مع الوقت. فوالا هذا هو اللون تاعه، قرر نحط لكم شويه في يدي باش تشوفوا كيفاش داير. فريمون لون هايل. مانيش عارفه لكم تشوفوا فيه غايه ولا لا، مي فريمون حاجه توب، حاجه هايله بالبزاف. البري تاعها هو 450 دينار الجزائري، معناها 45000 سنتيم. مادام رانا نحكوا على الهايلايتر خليني نحكي لكم على هادو زوج لي فريمون كي شفتهم عيني ولاو قلوبه شغل عجبوني بزاف كي شفتهم. بصح دوكا نحكي لكم كاين فرق، حاجه دي فوا تشوفيها بصح ما تعجبكش. هادو هما كيفاش جايين دايرين، شوفوا دوك ندير لكم هنايا سواتش في يدي لهذا، جايين حاجه دوس، حاجه جايه خفيفه بالبزاف، ماشي حاجه اكزاجيري ولا فوالا. مانيش عارفه يتبان لكم غايه ولا لا باسكو راني بعيده. شفتهم في البداية كانوا يبانوا لي بلي غادي يخرجوا حاجه بوم في الخدود تاعي، وغادي يخرجوا في لي فوتو واضحين بزاف، بصح للاسف ما خرجوش بهذيك الطريقه. بصح دائما كاين حل مع دي هي، دائما كاين حل. كيفاش نستعملهم؟ شوفوا انا راني درتهم شويه في خدودي، بالك في الكاميرا ما غاديش يبانوا غايه،
بالك في الكاميرا ما غاديش يبانوا غايه، بس حتى هو في الحياه اليوميه يبانوا كيش راكي دايره هايلايت، راكي دايره اضاءه الوجه تاعك، بصح اضاءه خفيفه، حاجه دوس، ماشي حاجه اللي تباني راكي رايحه العرس ولا تقضي دي حياتك اليوميه. بصح انا كيفاش نستعمله هذا البانسو؟ ديجا هو واحد من المنتجات اللي كنت نحكي لكم عليها. هو بانسو سامبل شي تاعو فلورمار، بري تاعها جو بونس 250 دينار الجزائريه، معناها 25000 سنتيم. شوف هايلايت، الهايلايت كيفاش يستعملوا؟ تستعملي نورمالمون مع بانسو داير كيما هكاكم شايفين كيفاه، وديري كيما هكا. بصح حتى هو لهذا المنتج كون ندير كيما هكا باريكزوم، اش غادي يصرى؟ غادي يطيح بزاف غليتر منه، غادي يطيحوا بزاف لي بايات منه، وكي غادي تستعملي على الخد تاعك غادي يخرجوا غير لي بايات، ما غاديش يخرج شباب وغادي يخرج تشاكي. بصح حتى هو لا، بصح حتى هو لا، انا واش نستعملكم؟ شوفوا هذا البانسو كيفاش جاي داير، ندير كيما هكا باريكزوم ونستعمله هنايا في الخد تاعي. فترة البنات كامل يسقسوني دي هي واش هما لي فوسيل اللي راكي ديريهم، واش هما الرموش الاصطناعية اللي راكي ديريهم؟ الرموش الاصطناعية اللي راني نديرهم هما هادو، قراهم نحلها لكم تشوفوهم كيفاش دايرين. فريمون عجبوني بزاف، ما يبانوش حاجة اوفر، انا تعرفوني ما نحبش اي حاجة اوفر، ما نبغيهاش سورتو في عينيا. والبري تاعهم فريمون حاجة ريزونابل، هذا الشيء تاعهم من وهران اورو كوافير. البري تاعه يدير 450 دينار الجيريان، معناها 45000. اسم تاعهم، الاسم تاعهم هو سيليوس بوستيكوس. عباكم حسيت روحي راني في هاري بوتر وراني غادي نقول تعاود داز حليا سيليوس بوستيكوس. المهم كيما قلت لكم الاسم تاعه شويه بيزار جو بونس، نورمالمون زعما حاطين هذا الاسم باه كي تقراه تحسبه بلي مارك ايطاليا ولا اسبانيول ولا، بصح هو شنوي جايبينه ملاشين عينيا ما يكذبوش عليك. مادام رانا نحكو على فلورمار، خلوني نحكي لكم على واحد لبستيك اللي انا نقدر نديرها في حياتي اليوميه، حاجه خفيفه وفريمون اللون تاعها يعجبني، اللي هو هذا. هذا شريته 250 دينار الجيريان 25000 سنتيم، فريمون اللون تاعها جاي رايح الاورانج هايل. شوفوا البنات انا يا فلورمار وجولدن روز كشغل كاين شي منتجات نحبهم يعجبوني، وكاين شي منتجات نشوفهم باللي زايدين فيها بزاف، يعني عاطينهم بري كثر من اللي يستاهلوه. قولوا لي نتوما اسكو تاني في بالكم كيما هكا ولا لا؟ باسكو طعشه عندي منتجات من عندهم، مي بالك نقول لكم صراحه 80% من المنتجات تاعهم ما يعجبونيش، ولكن نقول ما يعجبونيش ماشي على جال الطريقه تاع الابليكاسيون تاعهم، وانما انا الانسان نشوف البري، نشوف باكاجينغ، نشوف المكونات، نشوف بزاف صوالح، يعني نحكي لكم من نظره تاع وحده بروفيسيونيل تاعنا كم شايفين كيفاه. المهم هذا لبستك، هذا لبستك عجبني بزاف ونصحك به. الا كنتي يعني بنت صنوحه وكل شيء ما عندكش بزاف دراهم باش تشري حاجه غاليه ولا، هذا فريمون اللون تاعها هايل وفريمون غادي يجيك شباب. مادام رانا نهضروا على لبستك عندي ما نحكي لكم، شوفوا قاعدوا تشوفوا هذا بهادو. واحد الخطره اول فيديو في حياتي هدرت فيه على الماكياج، سقستني وحده قالت لي دي هي واش هو اللبستيك تاعك اللي راكي دايرته؟ وهذاك الوقت كنت دايره واحد لاماك اسمها ادي اس. هاد لاماك ماهيش معروفه، وهي كشغل مستوردينها من الصين، وشوفوا كشغل اللبستيك تاعو حيعجبوني ما نعرف عليه خاصه هادو. اي فوالا شوفوا كيفاش جايين دايرين، حاجه شوفوا مالغري هذا جايبينه ملاشين من الشنوا، ومالغري البري تاعها رخيص بزاف، يعني شريته هنا 200 دينار الجيريان الواحد، مي باكاجيك تاعو حاجه شابه، ابليكاسيون تاعه كي ابليكي فيه شويربي ما يقعدوش يتشقوا. عباكم كشغل نشري هدى بيوتي ولا نشري هذا تبان لي كيف كيف، علاش؟ حتى اللون تاعه جاي لون واضح باين، ما تقعديش ديري وتعاودي، بالعكس فريمون عجبوني بالبزاف. شوفوا البنات انا استعمل منتجات لوكس كيما قد نستعمل منتجات شريتهم ملاشين وتبان لي حاجه عاديه، ماشي نزيد فيها ولا نبدا نقعر عليكم ولا نبي روحي باللي انايا عندي وما باليش. انا حاجه تعجبني تعجبني ونقولها وما نحشمش، باسكو كلمه تلحق لازم تنقال. ولا بروف باللي عجبني شوفوا واش راني شاريه منه، راكم شايفين يعني تقريبا كامل الالوان راني شاريتهم منه، فريمون 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 عجبوني بزاف. هذا اللون رايح الموف، هذا اللون رايح المارون، هو يعني كنت هذا ما عندوش
حاط لكم شحال كنت نستعملها، يعني تقريبا يوميا كنت نستعملها باسكو فريمون اللون تاعها هايل. عبالك كي ديريه في شوربك وتروحي تاكلي ما با ما راحش يطير. هذا اللون كنت نستعمله بزاف لي فيديو تاوعي. المهم هادو كامل الالوان هادو فريمون شابين عجبوني، وكامل استعملتهم بشكل متكرر. ماشي راح نحكي لكم على لي فارا بوبيير. شوفوا باش نلقاكم باليت فارا بوبيير بري تاع قل من 500 دينار جزائري شويه صعيبه، بصح شنو لقيت لكم حاجه اخرى من لا مارك فارماسي. فارماسي هاد لا مارك بزاف منتجات منها يعجبوني، ويعجبوني الناس اللي حاكمين هاد لا مارك باسكو شغل هما كانوا من اول الناس اللي اتصلوا بيا في القناه تاعي وبعثوا لي بزاف منتجات مجانيه، وهذه فريمون حاجه كبرت فيا. هاد لي فارا بوبيير ديال العيون اللي راح نحكي لكم عليهم جايين سينجل اي شادو، يعني فيهم لون واحد ما راحش تلقى فيهم عده الوان، وفريمون عجبوني بالبزاف. كم تشوفوا هذا، هذا انا نستعمله على اساس انه بلاش تاعي، يعني احمر خدود تاعي. الالوان هذه تعجبني انها علاش عجبوني، ماشي خاطرش غير البري تاعهم رخيص جبتها لكم وراني نوريكم فيها، لا تعجبني انها تساعدني في دمج الالوان بلاندينغ، لانه فارا بوبيير اللي ما يدمجلكش غايه ما تسميش حاجه مليحه. مش شايفين كيفاه، ما تقديش تسمي حاجه مليحه. هذا الابيض يعجبني بزاف، كنت دائما نديرها في البديه تاع عينيا لانه انا عينيا مبطنين، نحتاج اني توجو نحط الوان فاتحه في يعني هذه المنطقه تاع العيون تاعي. هيا مامي هذا ما شقت نحلها لكم باسكو راني مهرساته، طاح لي وتهرس لي، غادي يكون حله غادي تصرا كارثه هنايا ونتوسخ كاع ديجا بديت نتوسخ. هاي هذا اللون المارون يا شوفي لو كنتي سمراء هاد اللون يجيك هايل هايل هايل. شوفي شريه وديريه، الا كان الا كنتي باغي تشري لون واحد فقط، عندك 45 الف تاليه في جيبك وباغي تشري لون واحد وكنتي سمراء، شري هاد اللون راح يجيك هايل بالبزاف. ثاني كان يعجبني هاد اللون الموف، هاد اللون عندي استوار طويله مع هاد اللون، ما بقاش نحكيها لكم دركا مي فريمون يعجبني بزاف. راه جا صوفتي معك سو تاعي لا هذا انا كنت نعمر به حواجبي، هما ديجا دايرينه هنايا لي للحواجب وسافري انا كنت نعمر به الحواجب تاعي، وهذا اللون كنت نستعمله على اساس انه البلاش تاعي. شوفوا البنات الا كنتي في الصيف استعملي على الخدود، حطيه في الخدود تاعك وحتى شويه فوق النيف تاعك، راح تباني بلي راكي مبرونزيه. حتى لو ما كنتيش رايحه هذاك النهار البحر، مي غادي يكون ديري وتخرجي برا تباني بلي راكي مبرونزيه، سورتو الا كانت البشره تاعك بيضاء ولا قمحيه. حتى لو كنتي سمراء راح يجيك هايل هايل هايل. الا كنتي بنت سمراء تقدري ديري هذا في كامل الاوقات، صيف شتاء تقدري ديريه كاع العام مي حتى انا نقدر نديرو كاع العام، خطرات في الشتاء موالفه ندير الوان كيما هادي. فريمون شباب بزاف يعجبني اللون تاعو، روعه هايل. وكنت طلع راه عاجبني، راني قاعده نشوف فيه كشغل راني قاعده نشوف فيه بالعي بالعي. عندنا فيديو طويل، عندنا بزاف صرا نحكوا عليهم، حطي اكوتين بعدا كي نقعد نشوف ليا. هادو لا مارك فارماسي، هادو زعما مستعملينهم على اساس باه يكونوا غليتر و دايرين فيهم تانيك اي لاينر، بصح باش نكون صريحه معاكم الاي لاينر تاعهم ما عجبنيش لانه كي ديريه يطير وماهوش نوار بزاف. كيفاش نديره؟ الا ما كنتيش عندك دراهم باه تشري اي لاينر يكون غالي ويكون يشد لك، الا شريتي هذا واش ديري؟ فيكسيه ب فارا بوبيير يكون نوار فونسي. كي تفيكس كي تفيكسيه بنوار فونسي راح يقعد لك وراح يشد لك وراح يعطيك الحاجه اللي راكي حابتها. سينو الا درتيه وحده ما تاكليش عليه صراحه، هذه هي. سمحوا لي لا مارك فارماسي مي لا غالب كلمه الحق لازم تنقال اما هاد الالوان اللي لازم علينا نستعملوهم على اساس انها غليتر، انا كانت تحرقني في عينيا كشغل مانيش عارفه واش هو الماده اللي راهم دايرينها هنايا، مي تحرقني في عينيا دير لي حساسيه على بها كيفاش نستعملها. اش كنت ندير؟ شوفوا هاد الالوان ثلاثه اللي هي راح الفضي، كنت بايزوم كي ندير ايلاينر تاعي نحطه شويه فوق الايلاينر، ولا نحطه كيما راني حاطه هاد اللون اللي راه في عينيا، ولا نحطه عند القنوته تاع العينين تاعي نحط غير قطره ولا زوج ونديرها كيما هكا بيديا باه ما تقعدش تبان بلي غليتر بلي حاجه ضاويه بزاف، راح شغل تعطيني اضاءه العينين تاعي تجبدهم لي ويبانوا واسعين.
مي بتستعملي كغليتر العينين تاعك. انا حرقني في عيني، دار لي حساسيه، مانيش عارفه نتوما قولوا لي اسكو نتوما ثاني حرقوا في عينيكم ولا لا. سلموا البنات، الفيديو راه مكمل، هادو هما كامل المنتجات اللي حبيت نحكي لكم عليهم هاد المره. ما راهي تبالي نزيد نعاود ندير فيديو واحد اخر ونحكي لكم على منتجات اخرين بسعر يكون معقول. انا عجبتني هذا الفيديو، تلاقيت راحتي فيه، شغل راني نحكي لكم وراني مرتاحه. قولوا لي اسكو نتوما عجبتكم، تحبوني ثاني نزيد نحكي لكم على منتجات اخرين عجبوني استعملتهم في حياتي اليوميه ولا استعملتهم في الخدمه تاعي والسعر تاعهم جد جد معقول اللي تقد اي وحده تشريهم. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش ديروا لايك لهذا الفيديو، شجعوني شويه، ديروا له شويه لايك. راني نتعب على جالكم، راني تعرفوا عبالكم حاجه بغيت نقولها لكم، حاجه اللي ما عبالكمش بها انه انا انسانه نخاف من الكاميرا. عبالكم انا كي نشوف هذيك النقطه الحمراء بدات تتسجل سايكر بيحبس التنهيدة تاعي تقطع. الفيديو اللي نتوما تشوفوا بلي راني نحكي لكم فيه تاع 5 دقائق انا نقعد على الاقل جوج سوايع وانا نتنهد ونعاود هضره نعاودها شحال من خطره. فريمون كشغل راني ندير جهد كبير باش ندير فيديوهات، نتوما تبالكم حاجه سامبل بصح انايا كشغل نتقلق بزاف ويجيني الضغط. المهم ما نبغيش نشكي لكم، المهم وما نطولش عليكم، نتمنى انه الفيديو يكون عجبكم. قولوا لي تحت شمال المنتجات اللي نتوما استعملتوهم البري تاعهم ريزونابل، البري تاعهم مقبول، بالك انا نروح نشريهم باسكو انا نقرا لي الكومونتير تاعكم ودي فوا كتنصحوني بحاجه نروح نشريها ونروح نسييها وبالك اجي ندير لكم عليها فيديو. قولي لي شحال الحاجه اللي تي شريتيها بسعر مقبول يعني وعجباتك. المهم نحبكم، تهلاو لي في روحكم، ما تنساوش ديروا لايك لهذا الفيديو، تشتركي معنا في القناه الا كنتي اول مره تشوفيني. كانت معكم حبيبتكم دي هي اللي تحكم قد الدنيا، ويا ربي يا ربي نخليكم على خير ونكون خفيفه على قلبكم. وشاني شات تاني صاي، باي باي، مع السلامه، تبقوا على خير. I'll be coming to you.